اخوكم واختكم ايمان خليف. كنت ناوي نلقاكم في ظروف احسن من هذه بالميدالية الذهبية، ولكن لسوء الحظ امبارح سمعنا خبر انه ما نقدرش ندير الفينال تاعي، ما نقدرش ننزل في المنازلة تاعي في النهائي بمؤامرة. انا نقول انه مؤامرة، لانه قال لك ما تبوكسيش لانه عندك صفات ومؤهلات ما خلوش تبوكسي مع النساء، وهذا شيء حرام عندنا احنا كجزائريين ولا يليق بالمرأة الجزائرية. انا ما خلقتش روحي ولا انا درت هذا الشيء في روحي انايا، هذا الشيء رباني وهذه خليقة الله. بالرغم من التنمر وكذا 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 لانه قاومت، اليوم انا راني فرحانه بروحي لانه رفعت علم بلادي ورفعته عاليا. كاين الناس قامت على الجزائر باش ما يطلعش علم بلادنا وما ندوش الميداليه الذهبيه. كاين زوج بلدان هنايا، نكررها ونقول ونزيد نعاودها، انه كاين زوج بلدان هنايا ماهوش حابين الجزائر تدي ميداليه ذهبيه. كاين حتى اطراف داخل الوطن ماهوش يحوسونا نربحوا ولا نطلعوا علم بلادنا ولا نجيبوا ذهبيه. كما راكم تشوفوا هذه مؤامره كبيره وكبيره وما راحش نسكت عليها. هذه رسالة للشعب الجزائري، رسالة إلى الدولة الجزائرية. لبغيت ربي في هذا الشهر الفاضل وقف معايا، كونوا معايا، أنا بنتكم خليف إيمان بطلة تاعكم، رفعت العلم بلادي في أكبر محافل دولية، درت عديد من البطولات العالمية. يجي في بطولة عالمية كما هذه تكون ضامن ميداي دور، تكون باغي تدي ميداي دور تاعك، يجي يقول لك بلي ما تبوكسيش باسكو عندك لي كاباسيتي كثر من الاخرين وكذا وكذا وكذا. ولكن هذا الشيء راه خليقة الله، ماشي انا اللي خلقته. عيب بعد اربع منازلات من بعد كنا يجي يقول لك هذا الشيء، انا نتاسف بزاف. مؤامره كبيره. هذه رساله للشعب الجزائري، ارسلتها لهم باش يوقفوا معايا، يكونوا معايا. راني في حيره من امري، ما رانيش عارف روحي كوا وين راني، واش راني ندير، واش راني. هذا الفيديو لكم انتم الشعب الجزائري، الى الدوله الجزائريه، وقفوا معايا كما كان الحال. وتحيه الجزائر.